انا كسياسيه لشجاعه سياسيه ونقول اخفاقنا. شوف الثقافه دي ما كانش سياسيه، ما كانش انا عند عثماني كان الحزب لم يخفق، الحزب قائم، ولكن انا كعثماني انا في نظرية اخفقت في تسويق لصوت المواطن. هذه خصني انا شخصيا، ان المناضلين والاطارات كانوا في مستوى الحدث وكانوا حق في امكانيات شبه منعدمه، ولكن المحبه والاخوه ومن خلال تجوال لكل ولايات يفوضوني سيت كولتور. انا ما نجيش نسترزق من لاني استاذ جامعي محامي، درت عهدتين حقيقيتين، ماهوش كنت نائب شعب، ما كنتش موظف، لانه كانت اغلبيه بالك من بين الاحساب اللي راهم يقولوا لك حاولنا اصوات كانوا موظفين، والنائب موش موظف، راهو نيابه ينوب على الشعب، هذه امانه. ما الان نفتقر لهذه الثقافه السياسيه، نفتقر. انا خليني نقول الجزائر كبيره علينا يا شيخ، بزاف. الرهان اللي كان يحلم به الشهيد ما انا بعد عليه، دونك يبقى الى ما لحقناش حنا يلحق ولادنا، ولادنا موش بيولوجيه، ولادنا ولاد الشعب. يتحمل مسؤوليته، كل واحد يتحمل مسؤوليته، وهذه سنة الله في خلقه. حنا ننتظر نتائج ومن بعد ذلك نصدر الاحكام ونشوفوا المستقبل.